مواصلة للحملة التحسيسية الوطنية تزامنا مع الدخول الاجتماعي الدراسي للسنة الدراسية 2023-2024، قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة هذا اليوم بخرجة ميدانية على مستوى محور دوران بلدية عين الحجر. قمنا بتحسيس مستعملي الطريق مع توزيع مطويات تحمل بعض النصائح والإرشادات حول السلامة المرورية وقواعد السياقة السليمة، كما تم نصح مستعملي الطريق بتجنب السرعة المفرطة خاصة في المنعرجات مع عدم السير في الشريط الاستعجالي. كذلك قد لاقت هذه الحملة استحسانا من طرف مستعملي الطريق الوطني رقم 6، كذلك أن هذه الحملة ستستمر إلى غاية نهاية هذا الشهر. الحملة التأسيسية مصدرة من طرف قيادة الدرك الوطني، شارك المكتب الولائي للحملة التأسيسية بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسعيدة في حملة تأسيسية على مستوى الطريق الوطني رقم 6 محور دوران على الحجر. هذه الحملة قدمنا بعض النصائح لمستعملي الطرقات بكل الأصناف لتفادي حوادث المرور، خاصة طريق وطني رقم 6 هذا يشهد كثافة مرورية وحوادث مرور مميتة وجسمانية. نتمنى إن شاء الله من مستعملي هذا الطريق وكامل الطرقات الوطنية والولائية بالتقيد بقواعد السياقة السليمة. تندرج هذه الحملة في إطار المخطط السنوي للأكاديمية الوطنية مع مختلف الشركاء الأساسيين في مجال السلامة المرورية تحت شعار لسلامتك احترم قانون المرور. والحمد لله هذه الحملة لاسترقاء الدرك الوطني جاءت كما يقول بمناسبة الدخول الاجتماعي بمناسبة موسم الخريف ولا موسم الشتاء اللي راه على الأبواب. السلام عليكم. دائما وفي إطار الحملات التحسيسية المبرمجة من طرف قيادة الدرك الوطني، نحن اليوم بصدد إجراء حملة تحسيسية تحت عنوان لسلامتك احترم قانون المرور. لسلامتك احترم قانون المرور، الهدف تاعنا الأساسي ألا وهو السير دون حوادث مرور. يعني سلامتكم هي الهدف الأول والأساسي، سلامتك أنت وسلامة الركاب اللي معك، على أساس أنت المسؤول على الركاب اللي معك. تقاعد العربة أو السائق أنت المسؤول على الركاب اللي معك، إذن سلامتهم مسؤوليتك. يعني السير في أمان، احترام إشارات المرور، التأني، عدم القلق، يعني هذه كامل تدخل في الحد من حوادث المرور. بالنسبة للركاب الحاج ثاني، انتم عندكم مسؤولية في هذا الشيء، كي تشوفوا حاجة ولا تقدروا تبلغوا، عندكم الرقم 10 10 55 تعيطوا لنا تبلغ، قال راه السائق يمشي بسرعة إضافية، رانا هضرنا معه كذا، هي إن شاء الله ما توصلش لهذا الشيء. هذا السائق راه يحترم قانون المرور وراه يحترم السرعة المحددة، ولكن ثاني الركاب عندهم دور. السائق هاني يسمع بارك الله فيك المشترية. بارك الله فيك. السائق هاني يسمع للمشترية. بارك الله فيك. يتبع المشترية. تحترم قانون المرور، تحافظ على نفسك وتحافظ عليهم هم. تحافظ على المشترية. يعني لازم يكون هناك اتحاد، تتعاون معاونة باش تحافظ على نفسك وتوصلوا بسلام، وهذا هو الهدف نتاعنا. طريق سلامة إن شاء الله وتوصلوا بخير. واحترمنا قانون المرور باش تكون آمن وسالم وتوصل لأولادك بخير وعلى خير وتوصلهم على خير وبخير. هيا طريق السلام إن شاء الله، ربي يسهل، ربي يسهل. برعاية إيمو براو، قاع نبراو.